السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في قناتكم التعليمية تعليمكم. أول تقويم في هذه السنة، السنة الخامسة ابتدائي، نبدأه مع اللغة العربية. نقرأ النص معا. هل سألت نفسك يوما ما هي السعادة؟ أنا تساءلت عنها كثيرا وبحثت عنها طويلا إلى أن توصلت إلى هذه القناعة. السعادة تسكن قلب كل إنسان، لكنها نائمة كأنها غائبة إذا لم يحركها، وإيقاظها يولد الشعور بها، فبمقدور كل واحد منا أن يوقظها. بماذا تشعر عندما تبذل جهدا جبارا لحل مشكلة؟ بماذا تشعر وأنت تربطك مع مجتمعك علاقات المحبة والإخاء؟ ثم ما هو شعورك بعدما تحسن إلى فقير أو تساعد كفيفا يعبر الطريق، أو ترفق بالحيوان أو تسقي الشجرة الظمآنة؟ بماذا تشعر وأنت تحافظ على نظافة مدرستك والشارع الذي تسير فيه والحي الذي تسكنه؟ ألا تحس في كل هذا بالسعادة تغمرك؟ فالسعادة إذن مكانها في نفسك وقلبك. الأسئلة: البناء الفكري، ما هو عدد فقرات النص؟ نعود إلى النص، نحسب عدد الفقرات. نعلم أن الفقرة تبدأ ببياض وتنتهي بنقطة. كل نص يتكون من عدة فقرات، من فقرة واحدة أو عدة فقرات، وكل فقرة تبدأ ببياض وتنتهي بنقطة. لاحظوا هنا، الفقرة الأولى هنا بدأت ببياض وانتهت بنقطة، هذه أول فقرة. الفقرة الثانية بدأت ببياض هنا وانتهت بنقطة. إذن كم عدد الفقرات؟ عدد الفقرات 2، ونكتب الإجابة: عدد فقرات النص 2. السؤال الثاني: أين تسكن السعادة ومتى تحس بها؟ نعود إلى النص: السعادة تسكن قلب كل إنسان، ويمكن أيضا أن نقول تسكن النفس والقلب. أما الشطر الثاني من السؤال، متى تحس بها؟ نحس بها، نشعر بها عندما نبذل جهدا لحل المشاكل، عندما نساعد من يحتاج إلى المساعدة. لاحظوا الإحسان إلى فقير، مساعدة كفيف، الرفق بالحيوانات، سقي الأشجار، المحافظة على النظافة، كلها أعمال تشعرنا بالسعادة. نكتب الجواب بهذا الشكل حتى يكون مختصر: تسكن السعادة قلب كل إنسان، ونحس بها عندما نبذل جهدا لحل مشكلة أو تقديم المساعدة لمن يحتاج إليها. هنا أدرجت كل هذا، يعني الإحسان إلى فقير، مساعدة الكفيف، الرفق بالحيوان، سقي الشجرة، كلها أدرجتها في جملة واحدة، هي تقديم المساعدة لمن يحتاج إليها. أيضا أو عند المحافظة على نظافة المدرسة والحي والشارع. ننتقل إلى السؤال الثالث: استخرج من السند مرادف الكلمات الرضا ضريرا. الحيلة في استخراج الكلمات من النص هي: لو الكلمة التي أعطيت لي هي اسم، إذن الكلمة التي سأستخرجها هي اسم. لو أعطيت لي فعل، إذن الكلمة فعل. لو هي مفرد، الكلمة التي أبحث عنها مفرد، وهكذا. إذن هنا لدينا الرضا، الرضا، القناعة، لاحظوا، معرفة معرفة، اسم اسم، مفرد مفرد. أما بالنسبة لكلمة ضريرا، كفيفا ضريرا كفيفا، لاحظوا نكرة نكرة، مفرد مفرد، منصوب منصوب، فيه تنوين أيضا. لاحظوا كفيفا ضريرا، بهذا الشكل نتمكن من استخراج المرادفات والأضداد. نكتب: الرضا تقابلها القناعة، ضريرا يقابلها كفيفا. استخرج من السند ضد كلمة المرتوية، ثم وظفها في جملة مفيدة. كثيرا ما ينسى التلاميذ توظيف الكلمة، إذن يجب الانتباه هنا. المرتوية هي عكسها الظمآنة، لاحظوا هنا مؤنث مؤنث، مفرد مفرد، معرفة معرفة. إذن هنا الظمآنة هي ضد كلمة المرتوية، نوظفها في جملة:
مثلا نقول: النفس المرتوية بالقناعة لا تعطش أبدا. ننتقل الآن إلى البناء اللغوي. استخرج من النص جملة فعلية. الجملة الفعلية هي تلك التي تبدأ بفعل، وركنا الجملة الفعلية هما الفعل والفاعل، وفي بعض الأحيان مفعول به. إذا كان الفعل لازم إذن يحتاج فقط إلى فاعل ولا يتعدى إلى مفعول به، وإذا كان الفعل متعديا إذن في هذه الحالة يكون الركن الثالث هو المفعول به. إذن نبحث عن الجملة الفعلية، نبحث عن أي جملة فعلية تبدأ أو عن جملة تبدأ بفعل. إذن هنا التلميذ يختار الجملة التي هو متأكد منها 100% أنها جملة فعلية. مثلا هنا: هل سألت نفسك يوما؟ هي جملة فعلية. هل هنا هي أداة استفهام، لكن هذه الجملة جملة فعلية. حتى لا تختلط عليه الأمور لا يختار مثل هذه الجمل. مثلا هنا في الجملة الإسمية: أنا سألت. أنا هو ضمير وهو اسم، والجملة هذه هي جملة اسمية. من المستحسن يختار التلميذ الجملة التي يكون متأكد منها 100%. مثلا: بحثت عنها طويلا. هذه جملة فعلية، نكتبها هنا في الجدول: بحثت عنها طويلا. أما بالنسبة للجملة الإسمية: السعادة تسكن قلب كل إنسان، نضعها هنا في الجدول. وأركان الجملة الإسمية هما المبتدأ والخبر. ضمير منفصل، الضمائر المنفصلة معروفة، هنا يوجد أنا، نكتب هنا في الجدول أنا ضمير منفصل. ثم جمع مؤنث سالم، نبحث عن كلمة تنتهي بألف وتاء. أول كلمة هي علاقات تنتهي بألف وتاء، الجمع المؤنث السالم ينتهي بألف وتاء، علاقات. الإعراب: أعرب ما تحته خطف النص. الكلمة الأولى هي بحثت، لاحظوا معي هذه الكلمة بحثت، نكتبها هنا. لاحظوا كيف كتبتها، كتبت جزء منها بالأزرق والجزء الآخر بالأحمر. لماذا؟ لأن الفعل هنا ينتهي عند الحرف ثاء. الحروف الأصلية للفعل هي الباء والحاء والثاء، أصله بحث، هذه هي الحروف الأصلية للفعل. إذن ينتهي الفعل هنا عند آخر حرف من الفعل بحث. التاء هنا التي بالأحمر المضمومة هذه لا تنتمي للفعل، التاء هذه هي الفاعل، هي ضمير متصل. لاحظوا كيف هي متصلة بالفعل، إذن هي ضمير متصل حلت محل الفاعل، وبما أنها أخذت مكان الفاعل تعرب في محل الفاعل. كيف ذلك؟ نعرب أولا بحث، نعربها بهذا الشكل، إذن هي فعل. طبعا الزمن هل ماض أو مضارع؟ لا أستطيع أن أقول سبحثت أو سوف بحثت، إذن هو فعل ماض، والفعل الماضي دائما يكون مبنيا. البناء هنا: هل على الفتحة كما اعتدنا إعراب الفعل الماضي؟ طبعا لا. لاحظوا هنا الحركة فوق حرف ثاء، حرف الثاء هنا قلنا هو آخر حرف الفعل، الحرف الثاء هنا هو ساكن، إذن هنا البناء على السكون وليس على الفتح. نقول فعل ماض مبني على السكون لوجود السكون على آخر حرف من الفعل. لكن لماذا هنا يجب أن نذكر السبب؟ لأن الأصل في إعراب الفعل الماضي هو البناء على الفتح، وهنا يوجد السكون. هذا الاختلاف راجع لماذا؟ لماذا الآن قلت على السكون؟ نذكر السبب: لاتصاله بالتاء المتحركة. هذه التاء، هذا الضمير المتصل الذي حل محل الفاعل، هو يسمى تاء متحركة. لماذا متحركة؟ لأن به حركة، يا إما بحثت فيه حركة الفتح، يا إما بحثت فيه حركة الضم، يا إما بحثت فيه الكسرة. إذن هنا تاء متحركة، وسميت بالمتحركة لكي نميزها عن التاء الساكنة التابعة لتاء التأنيث. مثلا بحثت، تاء
تلك التاء، تاء الساكنة التي عليها سكون، تلك التاء لا محل لها من الإعراب، بينما هذه التاء التي فيها الحركات الفتحة أو الضمة أو الكسرة فهي تسمى بالتاء المتحركة وتعرب في محل رفع فاعل. الآن نعربها، عربت الفعل، ننتقل إلى التاء نعربها وهي، والتاء المتحركة ضمير متصل مبني على الضم لأن فيها حركة الضم في محل رفع فاعل، الضمائر كلها مبنية. في بعض الأحيان تجدون في الإعراب لاتصاله بتاء الفاعل، لكن الأصح نقول بالتاء المتحركة لأن تاء الفاعل هذه في بعض الأحيان تكون نائب فاعل، لهذا من الأصح أن نقول بالتاء المتحركة. ننتقل إلى الكلمة التالية. الكلمة التالية هي السعادة، لاحظوا هي اسم بدليل الألف واللام وجاءت في أول الجملة، أول كلمة من هذه الجملة، إذن هي جملة اسمية، وأول كلمة في الجملة الاسمية كيف يعرب؟ يعرب مبتدأ، والمبتدأ يكون دائما مرفوعا، نعربها بهذا الشكل، السعادة مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. ننتقل إلى الكلمة التالية، الشعورة، وإيقاظها يولد الشعورة. أولا الشعورة هذه منصوبة ومن المنصوبات المفعول به، ثانيا لاحظوا يوجد هنا الفعل يولد الشعورة، الشعور ليس هو الفاعل، أولا لأنه ليس مرفوع والفاعل يكون مرفوع، ثانيا لأن من حيث المعنى من الذي يولد الشعورة؟ هنا الشعورة وقع عليه الفعل، هو الذي يولد، إذن هو وقع عليه الفعل، إذن هنا الشعورة هو مفعول به، نعربه مفعول به، والمفعول به يكون دائما منصوبا تماما مثل كل المفاعيل، مفعول مطلق، مفعول لأجله، مفعول فيه، كل وين كاين كلمة مفعول يعرب منصوب، إذن مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. ننتقل إلى آخر كلمة، المحبة، وأنت تربطك مع مجتمعك علاقات المحبة، لاحظوا هنا علاقات تاع المحبة، يعني علاقات التابعة للمحبة، يوجد العديد من العلاقات، هذه العلاقات التي تربطك بمجتمعك أو مع مجتمعك هي العلاقات التابعة للمحبة، إذن هنا المحبة هذه تعرب مضاف إليه، والمضاف إليه يكون مجرور. وخاصية أخرى أيضا تساعدني على التعرف على المضاف إليه، لاحظوا هو مجرور ومن المجرورات المضاف إليه والاسم المجرور، إذن إما يكون مضاف إليه أو اسم مجرور، لكن هنا لاحظوا لا يوجد أي حرف جر قبل هذه الكلمة، إذن هنا 100% يعرب مضاف إليه، نعربه بهذا الشكل، نكتب المحبة مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. ننتقل إلى السؤال التالي، حول الجملة التالية أو الآتية إلى المثنى، لا نقول التالية نقول الآتية، يشعر الطفل بالسعادة عندما يساعد محتاجا أو يرفق بحيوان. إذن أولا هذه الجملة هي جملة فعلية بدأت بفعل، الآن أعلم أن في بعض الأحيان أول فعل هنا يحول وفي بعض الأحيان لا يحول، ما هي القاعدة التي تسمح لي بتحويل الفعل عندما يكون في أول الجملة، وكيف أعرف أن هذا الفعل لا أحوله؟ بكل بساطة هو تحديد الفاعل، إذا كان الفاعل ظاهر بارز أراه هذا هو الفاعل، الطفل ليس ضمير مستتر ولا متصل، إذن هنا الفاعل ظاهر، عندما يكون الفاعل ظاهر هنا الفعل لا يحول يبقى كما هو، لكن لو حذفنا هنا الطفل وكانت الجملة يشعر بالسعادة عندما يساعد محتاجا أو يرفق بحيوان، هنا تحول الكلمة، يحول الفعل ونقول يشعران بالسعادة، لكن طالما يوجد هنا الفاعل لا أحول هذا الفعل، تبقى يشعر الطفلان، الفاعل هو الذي يحول في هذه الحالة، ونحول هذه الجملة بهذه الطريقة.
يشعر الطفلان بالسعادة عندما يساعدان محتاجا أو يرفقان بحيوان. لاحظوا هنا يشعر، لم أحولها لوجود الفاعل، الفاعل هو الذي حولته. وكيف حولته؟ لاحظوا أن الفاعل هنا مرفوع، إذا نضيف الألف والنون. لو كان مفعولا به، المفعول به يكون منصوب، أضيف الياء والنون. هكذا يتم التحويل باحترام حركة الإعراب. الرفع نضيف الألف والنون، النصب والجر نضيف الياء والنون عند التحويل إلى المثنى. إذا قلت هنا الفعل لم يحول لوجود الفاعل، وحولت الفاعل. لاحظوا معي هذا الفعل يساعد، يساعد هنا الفاعل ضمير مستتر، لا يوجد ضمير، لا يوجد فاعل ظاهر أو بارز، لا يوجد هنا فاعل، الفاعل هو ضمير مستتر. إذا هنا لاحظوا كيف حولت يساعد وأصبحت يساعداني للمثنى. هنا أيضا يرفق، كانت يرفق، وهنا لا يوجد فاعل بارز، يرفق قلت مباشرة بعدها بحيوان، لا يوجد فاعل، الفاعل هنا ضمير مستتر. إذا هنا ليس لا يوجد ولكنه ضمير مستتر. إذا هنا يرفق نحولها تصبح يرفقان. نكمل، أكمل بكتابة التاء المناسبة. كل هذه نقاط عبارة عن تاء، إما مفتوحة أو مربوطة. أحست فعل أو اسم؟ هو فعل، إذن تاء مفتوحة. البنت اسم أو فعل؟ هو اسم، لكن الخاصية الثانية أنه اسم ثلاثي ساكن الوسط، الألف واللام لا يحتسبان. إذن بنت ثلاثة حروف، الحرف الأوسط ساكن، اسم ثلاثي ساكن الوسط، تاء مفتوحة. بالسعادة، السعادة اسم مفرد مؤنث، صحيح نكتب تاء مربوطة. عندما ساعدت، ساعدت فعل، الأفعال كلها بتاء مفتوحة. طفلة، طفلة اسم مفرد مؤنث، تاء مربوطة. يتيمة اسم مفرد مؤنث، تاء مربوطة. السؤال التالي، أعلل سبب كتابة الهمزة في كلمة سأل، إخاء، ظمأ. نبدأ بسأل، سأل، لاحظوا أن الهمزة في وسط الكلمة، والهمزة في وسط الكلمة ما يحدد طريقة كتابتها هو حركة الهمزة وحركة ما قبلها. إذن لاحظوا أن الهمزة حركتها الفتحة وما قبلها مفتوح، إذن نقول كتبت الهمزة على الألف لأنها مفتوحة وما قبلها مفتوح. الكلمة الثانية إخاء، لاحظوا أن إخاء جاءت في أول الكلمة وهي تحت الألف، كتبت الهمزة تحت الألف في كلمة إخاء لأنها جاءت مكسورة في أول الكلمة، أو لأنها جاءت في أول الكلمة ومكسورة. الكلمة الثالثة ظمأ، ظمأ جاءت في آخر الكلمة، ولأنها همزة متطرفة أو جاءت في آخر الكلمة كتبت على الألف لأن ما قبلها مفتوح، لأن ما يحدد طريقة كتابة الهمزة في آخر الكلمة هو حركة ما قبلها، لا يهمني حركة الهمزة. نقول لأنها همزة متطرفة ما قبلها مفتوح، أو نقول كتبت على الألف لأنها جاءت في آخر الكلمة وما قبلها مفتوح. السؤال التالي، أكون جملة باستعمال الصيغة بل في الوضعية التالية: السعادة قلب كل إنسان. يمكن للجملة أن تكون بهذا الشكل: السعادة لا تشترى بل هي موجودة في قلب كل إنسان. السؤال التالي، حدد نوع الجملة التالية ثم بين عناصرها: السعادة إحساس ممتع. لاحظوا معي أول كلمة من الجملة، أول كلمة هي التي تحدد نوع الجملة. الكلمة هنا هل هي اسم أو فعل؟ إذا كانت فعل فالجملة فعلية، وإذا كانت اسم فالجملة اسمية. الكلمة الأولى هي اسم بدليل وجود الألف واللام. إذن هنا السعادة الكلمة هي اسم، الجملة اسمية، نقول أن نوع الجملة اسمية. ثم يطلب مني تحديد أو نبين عناصرها. عناصر الجملة الاسمية هي، أو ركنا الجملة الاسمية هما المبتدأ والخبر. المبتدأ هو الكلمة التي تبدأ به
الجملة الاسمية أول كلمة هي المبتدأ، ولهذا سمي بالمبتدأ لأن الجملة الاسمية تبدأ به. إذن المبتدأ هو السعادة. أما الخبر فهو إحساس، السعادة إحساس. ممتع هذه ما محلها من الإعراب؟ ممتع هذه لاحظوا أنها تابعة الكلمة التي قبلها في كل شيء. نكرة نكرة، مفرد مفرد، مذكر مذكر، مرفوع مرفوع. بما يذكركم هذا التشابه في كل شيء؟ طبعا بالصفة، لأن الصفة تتبع الكلمة التي قبلها أو تتبع الموصوف في كل شيء، وبهذا تكون السعادة هي المبتدأ، إحساس الخبر. أما الصفة فهي ليست من أركان الجملة الإسمية، نجدها في الجملة الإسمية والجملة الفعلية معا، لا نذكرها مع أركان الجملة. ننتقل الآن إلى الوضعية الإدماجية، نقرأ معا نص الوضعية. السعادة تسكن قلب كل إنسان، ولا تشعر بها إلا إذا ساعدت محتاجا أو أحسنت إلى فقير. المطلوب في فقرة لا تتجاوز 8 أسطر، حجم المنتج هنا 8 أسطر، تكلم عن شعورك وأنت تساعد شخصا ما موظفا كلمات كتبت فيها الهمزة على الألف. نحل الوضعية الإدماجية بهذا الشكل، تابعوا معي لنحل معا الوضعية. إذن بعدما قرأنا الوضعية نسطر تحت كل الكلمات المفتاحية. أولا ما طلب مني هو أن أكتب فقرة لا تتجاوز 8 أسطر، أول كلمة مفتاحية. ثم طلب مني أن أتكلم عن شعوري وأنا أساعد شخص ما، يعني هنا الموضوع العرض حول شعوري وأنا أساعد شخص ما، يمكن أن يكون فقير، يمكن أن يكون طفل صغير، يمكن أن يكون عجوز، يعني أي شخص احتاج إلى مساعدة. موظفا كلمات تكتب فيها الهمزة على الألف، هنا التوظيف. إذن وأنا أكتب حل الوضعية سأخذ بعين الاعتبار هذه النقاط 3. الوضعية الإدماجية تتكون من مقدمة، عرض، خاتمة. المقدمة يمكن أن تكون من إنشاء التلميذ، وإن كان ضعيفا في التعبير يمكن أن يستعين بالسند يكتبه كما هو أو يعيد صياغته على حسب الوضعية. إذن هنا يمكن الاستعانة بهذا السند، السعادة تسكن قلب كل إنسان ولا تشعر بها إلا إذا ساعدت محتاجا أو أحسنت إلى فقير، نكتبها كمقدمة. كل فقرة تبدأ بفراغ وتنتهي بنقطة، هذه المقدمة سطر واحد لكنها تعتبر فقرة. ننتقل إلى الفقرة الثانية، العرض. العرض نكتب فيه عن شعورنا ونحن نساعد شخصا ما. أنا اخترت مساعدة رجل مسن، الجار مثلا، جاري رجل مسن. العرض، وكم كانت سعادتي كبيرة عندما كنت أساعد جاري العجوز في حمل مشترياته أو في قضاء بعض من حوائجه، فكلما هممت إليه لمساعدته قابلني بوجه بشوش والابتسامة تحفر تجاعيد وجهه التي حفرتها السنين. أسلم عليه ويرد بصوته الدافئ مرحبا بني أو بنيتي على حسب صاحب الوضعية، وهو يقول لي بني انتابني شعور لا يوصف بكلمات، بل إحساس ينتشر في نفسك وقلبك يملأك بالرضا وبالطاقة الإيجابية، وهذا الإحساس ليس فقط مع جاري العجوز، بل ينتابني نفس الشعور بالسعادة في كل مرة أساعد فيها محتاجا. هنا لاحظوا أنني تحدثت عن شعوري وأنا أساعد شخصا ما. الخاتمة الآن، نقول مساعدة الغير واجب علينا، فالسعادة ليست بالقصور والأموال، لاحظوا هنا هذا قول مأثور، فالسعادة ليست بالقصور والأموال بل هي بالرضا والقناعة وراحة البال. إذن لاحظوا هنا مقدمة، عرض، خاتمة، قبل كل فقرة أترك بياض وكل فقرة تنتهي بنقطة. المقدمة استخرجتها من السند، العرض تحدثت فيه عما طلب مني، والخاتمة
تكون كفكرة عامة أو كخلاصة قصيرة لما جاء في العرض، وكذلك أدرجت فيها قولا مأثورا. لاحظوا أنني استعملت علامات الوقف. يبقى أن أسطر تحت التوظيف، طلب مني أن أوظف الهمزة على الألف. لاحظوا هنا يوجد إنسان مكسورة جاءت تحت الألف لأنها مكسورة، نسطر. أيضا يوجد أحسنت، كذلك أساعد، إذا يوجد عدة كلمات الهمزة على الألف. وبهذا نكون قد انتهينا من حل الوضعية وحل كل النموذج. تجدون صورة النموذج وصورة الحل في صندوق الوصف. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأخيرا لا تنسوا الإعجاب بالفيديو، ولكي يصلكم الجديد لا تنسوا الضغط على الاشتراك وزر الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.